شهر كانون الاول بصير بيركض ركض، بس بيركض على حلو، كله عجقه واعياد وفرحه وزينه. بمحطتنا التاليه مع فرقه اعلامي رح تعطينا مارينا اكثر بعد نصايح عن زينه الميلاد. صباح الخير. صباح النور. هو الشهر بيركض او نحن بدنا اياه يركض لحتى توصل الاعياد؟ ما بعرف، بس مهم كلنا عم نركض، كله راكض بيركض. لا بتعرفي عن جد، لانه بيجي بتلاقي كل الناس هيك مهمومه، بدنا نحط الشجره وبدنا نظبط وبدنا، بتعرفي انه بياخد كثير من وقته الواحد يقدر يهتم ويعمل شيء حلو. بذات الوقت هي فرحه، واحد ما بيعرف شو ممكن يستعمل بقلب بيته، شو ممكن يحط افكار. وفي ناس للاسف هلا مع الوضع احنا في بتطلع على شيء اسمه البيدجي، طبعا قد ايه ممكن ادفع، شو ممكن استعمل تيكون بذات الوقت يكون البيت حلو بدون ما يكون فايته بادجت عالي. مش هيك يكون فايتين بالحيط بالحيط يعني بين الكادو والشجره والواجبات اللي بقى واحد عليها، بتعرفي. بقى انا حبيت هيك فرج المشاهدين افكار مهضومه ممكن واحد يعملها ببيته، بسموها مثل ارت اند كرافت بالبيت، تقدر تنعمل، بتعطي شيء كثير مهضوم وبتعطي رونق حلو للجو وديكور. والناس بتزهق يعني اذا انت جبت زينه معينه سنتين جاي ترجع تستعملها بتقول يا الله انه بترجع حطها هي ذاتها، انه على بالي شيء جديد. هدول الافكار انه واحد ما بيزعل انه ما دفع بتجي كثير غالي عليه، ونستخدم عمل ريسايكلينج لايتم وعمل شيء كثير مهضوم. هلا بنخلي المشاهدين يتابعوا معنا هدول القصص شو ممكن يحطوا ببيتهم او ممكن بالمحل بالمكتب، يعني مش أكيد. بس انه زينه وين ما كان. بنشوف هدول قلم من جايبين ديبول او الباقيين من قبل، حاطين بانو خشب انه ريشينه، جايبين جزع الشجره حاطينه عليها، بس نحط بالكادر تبع لك شو عطا مهضوم، عطا مثل تاتش. هيدا معمول ارت اند كرافت، يعني مشتغل بالبيت، مش انه راح واحد اشتريها واجا حطها، بس بس انه اذا بيشتريها بالمحل بيحط حقها اكثر بكثير. اذا واحد يعني ما بدك شيء، انه اذا عنده شوية نظر او المام او بحب الديكور اكثر، ست البيت بتحب تظبط بيتها، بتحب تعطي هيك لوك مرتب. ونحن صرنا بعصر بتزهقي، كيف ثيابك بتزهق منهم، حتى بالديكور ما بدك تخلي شيء فيكس على طول. لو حطيت زينه صغيره او ايتم صغير بغير من التاتش بكل البيت. وانا بقول لهم ما في شيء اسمه ترند بالالوان، يعني كل سنه واحد هو بيخلق ترند اللي بده اياها. يعني انا بدرجوا لك لون كذا، لون معين، بس بعده الاحمر اكثر شيء على الشجره الخضراء اللي بيعطي الرونق الحلو. اذا واحد بيته كثير مودرن ما بده يفوت بهالوان، فيه يشتغل على طول على الابيض والرمادي. يعني كل واحد بيخلق ترند ببيته مثل ما هو بده. مثل الموضه فيها تكون ترند كثير حلوه بس انت ما تلبق لك، ما تستعمليها، حسب ستيل البيت شو بيلبق له كمان بتحطي الشيء اللي بيتماشى معه. ونشوف كمان عنا شيء كثير مهضوم مستعملينه بالكتب، انه هلا ما بقى عم بيقرا بالاوراق اغلبيه الناس كتب اولادك تبع المدرسه اللي ما عم بدرسوا فيهم بترجع بتستخدمهم. عندي شيء ثلاث كراتين من هول فاتحين الاوراق عن جد وحاطينهم هيك فوق بعض، عاملين كومبوزيشن، ينعملوا على بينحطوا مثلا اذا سانتر دو تابل عندك عزيمه معينه بتجي فيك تحطيهم بالنص، بتشتري الستار بس بتركبيه عليهم. في كثير كتب انا اكيد انه واحد ضاببهم ما عارف شو عنده، بيولوجي مات كذا حسب شو بدك بتنقي بتحطي حسب التيم تبع العشاء شو بتحطي. وفي حتى ناس شو عم بيعملوا زيت الورقه تبع الكتب مثلا بلونون بيعملون يعني بتشتغل عليها، بتحط عليها بتكبسها بكرتون او شي بورد اسماك او بيجمعوا دي باكيه بحطون. بنشوف هون اكيد على الكريسماس كله بده يحتفل، كل البشون تبع الانين تبع الواين ترجع فيك تستخدميهم على ستراكشر معينه من كرتون بتلزقيهم وبينحطوا كمان. بيعطوك ترند مهضومه، بتعرف قد ايه بالمطاعم بيطلع قصص هيك فيهم ما بيعرفوا شو بيعملوا فيهم، فيك بيعطوك اياهم حتى فور فري. يعني فيك انت تعملوا فيهم رح يكبوهم بالنتيجه 100%. سو انت فيك ترجع تستخدميهم وتعطي، عن جد هيدا اذا بدك تعمليها ما بتاخذ اكثر من ساعه شغل، وبذات الوقت عم تكون عم تعطي شيء مهضوم وفيها تنرش تنعطى اللون اللي بدنا اللي بدك اياه وتعطي اللوك اللي بدنا نتماشى معه. هلا في كثير مطاعم عم بيستعملوهم كديكوريشن على الطاولات كمان عم بحطوهم. بنشوف كمان في قصص كثير هيك انا بلاقيهم كمان ترندي حتى بالكتب فيهم يعملون، او بتشتري بوكسات من ازاز بقلب البوكسات بتحط البول، وفي هيدا الدارج كثير هيدا الريبان او الشريط الاضاءه اللي بينشرل منه كثير غالي ما بده ترانس بيركب فيه او هيدا بينوصل بيعطيك هيدا اللي بتحط البولات اللي انت ما عايز تيون او فيهم ديفو مثلا مطعوجه شوي من مطرح او مكبوه من سنه لقبل بينحطوا، بتكوني ما علقتيها على الشجره بس اعطيتيها لوك جديد بقلب البوكس. بينعمل زاوية كلها يعني بهول ال، وانا بنصح اكثر شيء هو وين بيستعملوه مثلا على مدخل البيت، بدل ما تحطي مثلا الشتل الملون اللي بحطوه هذا الاحمر، هدول خليهم لحلقة تانية حلقة بينحطوا هدول قدام مدخل البيت، بيعطوا هيك تاتش مهضومة، بكونوا بزيادة عم بيعطوا اضاءة.
هنا بنشوف اكسسوارات بينشروا من ساعات او قصص ما انت عم تستعمليهم او ايتمز مركبين الساعات على بعضهم هول اذا ما عاملين منه شجره بتعرفي من زمان كل شيء بيطلع منه شجره حتى نشوف شو في شوف بدك تشوف الزرار كله بيطلع منه شجره لانه هي الفكره المهضومه او شو عندك في ناس بتجمع قصص معينه شو اللي مجمعه فيهم فيك تعمل في ناس بجمعوا كبريت بتعرفي اذا بتحطي كون بتعملي شكل هيدا شو بتلزق عليهم الكبريت خيالي شو بيطلع مهضوم يعني بده واحد يكون عنده شويه صبر وشويه وقت ويكون يحب هيدا الشيء بيعملهم بالبيت بيخلق شيء منه اوريجينال يعني بتكون هو بس عنده اياها ما حدا عنده اياها ثاني مميزه مش انه عم بيشتري سريع انه بول احمر بول ذهبي بول ابيض بتلاقي وين ما بدك بتلاقي 100,000 نفس الشيء مزبوط هدول بتطلع قطعه هيك مميزه اكيد بنشوف هون هيدا بتنعمل حتى بالبيت اذا واحد ما بده يشتريها بتجيب الحدايد هدول بيتطعجوا تيخلقوا لك هيدا السيركل فيل وهدول بينشروا مثل الغصن تبع الغار فيك ترشي او هدول معمولين من حديد يعني فيك اذا ما بدك تتكلف تحطيهم حديد وينحطوا وينرشوا لون ذهبي فيك تجيب الغار وينرش اللون اللي بدك اياه بسبراي في السبراي بينشرها وبتتعلق على الحيط وعم تخلق السيت اب تبعها بطريقه مهضومه وفي حتى شفتيها هيدي الاكسسوري الصغير تذكر اللي كانوا يعملوا الكادويا تليفون حطوا لك هيدا الوان دايما كانوا كلهم عليا نفس هيدا كل الالوان فيك تجيبي كذا وحده من زيت القمح تحطيهم حتى ببوكار بفاز ازاز ينحطوا بقلبهم بيعطوكي كمان تاتش ما بتكوني خلقتي كوان مميز عن غيره واوريجينال يعني ما في لزوم كله بقول لك انه ما تروح هلا اشتري زينه ما في لزوم نشتري زينه فيك تعملي شيء انت اللي بتلاقيه مناسب بالستايل تبعي بنشوف هون عاملين مثل لامبادير بضوي اخذين اللامب هي بحد ذاتها شايلين من فوق الاباجور كان ينحط وجايبين الجزء منزلين البولات منه بس الضويه بتعطيك هذا اللون الاخضر الحر الاضاءه تبعه بتنعمل ار جي بي يعني فيك تغير الالوان بتصير كانه شجره بس هي بذات الوقت صارت سايد لامب ينحط باوضه القعده وبتغير اللون تبعه بتعطيك لوك مهضوم بقلب البيت بس انا بحس على طول بقول انه واحد من فكره كثير بسيطه اذا بيقدر يعرف انه شو بده يعمل فيها وين بده يوصلها وشو بيزبط عنده بالبيت ومحطوطها بالكادر تبع المزبوط الا ما تطلع حلوه يعني اوقات بتقول انه يا الله يا ريت عملت انا هيك على طول الفكره البسيطه بس كيف جامعينها مع بعضها بتقول انه اتس ا نايس كونسبت طبعا تستخدم. واليوم يعني اذا واحد بيقول انا ما عندي افكار بيعمل شوي ريسيرش صغيره يعني ما بدك كذا فكرة ايه بيطلع كذا فكرة بياخد من هون ومن هون ومن هون وبيعمل فكرته بيجمع يعني انا بعرف في ناس بتقلي كان انا ما قدرت اعمل مثلا شجرة من افكار كتير بسيطة فيك تعملي شجرة بالبيت وتخلقي جو العيد انه للولاد وتعطي بهجة بالجو هون بنشوف اللي قلت لك عنه بتروح على تفكي كل قمصانك شيل كل الازرار بتشيلي كل الازرار فتعملي شجرة من الازرار يعني بتعرفي حاطين شي زر الكبير شي زر الصغير وجايبين الكرة كرتون العاده اللي فينا لكل اللي عنده اولاد بالمدرسه بيعرف انه البابيي كونسون او الكرتون كلهم عندهم ما بدك في عندنا بالبيت وملزقينهم عليها بتلزيق اللي في تلزيق الشمع او تلزيق الهيدا وبينحطوا فيك اذا عزت لبعدين بس يخلص العيد بترجع بتاخذيهم عندك تقضي كل جنبك على شيء زهر تعملي كذا بترجع بتستخدمه كله هون بنشوف كمان فكره كثير مهضومه بتعرفي في ناس بتحب بس تفوت على باب تكتب كود او بتحط جمله معينه ترمز لشيء فيك تجيب خشبه مكبوبه حاطين الروبان وحاطين الكتيبه فيها يعني بتحطيها بقلبها وبتتعلق على الحيط على المدخل انه جوي لوفيز حيلا كود واحد بحس انه بحبه او بيتماشى معه ما بدها كثير تفلسف في القصه يعني كثير بسيطه الفكره لوح خشب محطوط يعني اذا واحد بدها تكلفه ما بتكلفه مبلغ كثير ضئيل بالنسبه ليشتريها انه اقل محل اذا بدك شيء عم تحط مبلغ 30 40 50 دولار فيك تعمليها بكثير اقل وتحطيها بالبيت وتعطي اللوك اللي انت بدك اياه طبعا بنشوف هون في الشاندليرز اللي كانوا يستعملون مثل البوكسز تبعهم اللي بتنحط برا بحطوا فيها الشمعه فيك بالفصل تبعك اسمه تشيل الشمع تحط فيها البولات بقلبهم تجمعيهم والريبانات وفيهم يتعلق ينحطوا تحت الشجره لانه في ناس اوقات ما بتعمل مغاره او ما بتحب تحط بس الشجره لوحدها في ينحط هيدا الزينه حواليها بتعطيك هيك تاتش ولوك مهضوم بقلب السبيس وكل شيء عندك بول مش مستخدم فيهم ما تكبيهم فيك ترجعي تحطيهم فيها بتعبي فيهم انه في منهم كانوا يعملوهم من زمان من البولات هلا من فلور او منهم بيعملوهم من خيطان اللي كانوا من قبل يعني في قصص هيك اساسا يعني كانت البول كلها هيك من خيط في
فيهم يرجعوا يستخدمون يعملون هيك بطريقه اوريجينال. وهنا بنشوف على الدريسنج تبع الطاوله كيف مستعملين جايبين الكرتون هيك مكبسينهم على بعضهم وعاملينه مثل على الطاوله انه تحطيهم تعطوك الديزاين سيت اب او جو العيد. ممكن حتى بصير في كثير عزايم بهيدي الفتره بينعزموا الناس عند بعضها. واذا بتعملي شيء مميز لعندك فيك انت بطريقه كثير هيك فريده من نوعها تشتغلي، بس ما يكون عندك شيء 50 واحد عزيمه مثلا بتخلصي يعني بيخلص العيد وبعدنا عم نكبس ونشتغل تشتغلي لا بس انه اذا واحد عنده 8 اشخاص هيك في انه يسمح لحاله يعمل شيء مميز. بس هي الفكره انك تلاقي الوقت، انه هلا بتلاقيهم كلهم اول شيء بيقولوا لك ما عم نلحق يعني هو يعني هيك اشياء واحد هيك عشية بس يخلي قدام التي في مثلا او هيدا بحط بيقعد مش يعني ما بدهم كثير انه يعني ساعه كل يوم شوي 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 بيقدر يشتغل. بنشوف هون حتى فيك تجيب شموع اللي بيجوا هيك البيض العاده اللي بتشتريهم وين ما كان وانت فيك تلف عليهم حيلا مش ضروري بس هذا الشيء فيك تحط ريبان تشتري ريبان خالص او الشريط اللي هيك حتى منهم بيستعملون من خيطان الصوف بتعرف اللي بيخيطوا فيهم بلفوها للشمعه لعلوم معين وبيربطوها بعقده مهضومه وبينحطوا هيك فيك تستعمليهم على صينيه مهضومه تحطيهم حتى تحت منها ورق. يعني افكار هيك اوريجينال لان انا جربت بهيدي الحلقه فرجيهم انه فينا نزين بدون ما نفوت انه يا الله بدي اروح اشتري من محل معين ولازم اجيب بكثير شيء بسيط نقدر نحط جو العيد وين ما كان وين ما نمشي بقلب البيت بالمكتب بحيلا محل بالبوتيكات. يعني بتعطي هيك رونق وشيء مهضوم واحد بيقدر يبرم مثل ما قلت يعني اذا مش على يعمل ريسيرش بيقدر يبرم ينزل على السوق ما في اي مشكل بيضيع وقت كمان وبيتسلوا الى اخره وبيشوف شوي بيشوف شو في افكار مهضومه يقدر يستخدم وبيقدر ايه اكيد يجمع. هون بنشوف كيف مستعملين النجمه اللي بتنحط عاده على الشجره كيف حاطينهم بقلب جايبين بوكسز هدول بينعملوا من خشب وحاطين بقلبهم هيدا ومضويين الشموع قدامهم وعاطينك هيدا اللوك ومستعملينه مش كلها معبيينه هيك شقفه منها تعطينك هيدا اللوك بيتعلقوا بالحيط بالاوضه على الانتري على المدخل. يعني انا بقيها كثير مهضومه الفكره لانه طلعوا شوي من الرؤيه انه الستارز هيك مش فيك تعملي كذا وحده يعني حجم اكبر شوي اصغر كذا قياس ببين كانه الحيط كله عاطيك هيدا اللوك الايطالي. يعني في ناس ما بتحب تحط شجره بحد ذاتها انه بقول لك انا بحب زين اعطي لوك للبيت ما بدي احط انه بس تكون الشجره هي بحد ذاتها الزينه بفضل انه اعمل هيك كل كوان يكون عنده فكره ترمز لشيء معين. منشوف هون هذا اكثر شيء بلوبيز بتعرفي بتفوتي على بنايه المكاتب اللوبي تبع البنايه بقوا شغلين على كونسبت معين. هون عاملين مثل ديسرسو او سيلندرز محطوطين كلهم معلقين عليهم مش معبيينها كلها. احنا معودين انه الشجره اذا بقي زاويه لازم لازم تحطي فيها اطوال بول كذا ضوء شو بصير بس اذا جاي على الحيط من ورا بنخفف خلينا نعبيهم كلهم كلهم تبين انه معبيه الشجره. هون لا الفكره طبعا الاضاءه اللي عم تعكس على السقف عم تعطيك هيدا اللوك مضويينها من جوا صاروا هول السيلندرز عم بيعكسوا الاضاءه على السقف عطتهم هيدا اللوك المهضوم لانه هلا الضوء بيلعب دور كثير باضاءه يعني اضاءه اللي بتستعمليها للشجره او للقطعه هي بتبرز بحد ذاتها مش ضروري الاكسسوار بس يعني الضوء بيعطي دور كثير مهم. يعني اوقات الشجره بتضويها من جوا وبتلف الحبل تبع الاضاءه عليها بتحسيها كلها عبت لان صار لونها كثير مميز. واليوم الوان الاضاءه بتلعب يعني دور مهم اكيد ما فيك تحس بجو العيد بدون ضوء. شوف هلا شو عاملين بلبنان انا كثير انبسطت بشوفت بالداون تاون انه الضوء اللي عطيك هيدا اللوك المميز المهضوم والناس منبهره فيه وعم بيصوروا كلهم وعطيت مثل فاشن هون بنشوف كلنا عندنا كبيات واين او كبيات مي بيستخدموا بالبيت فيك تقلبيهم على التري وتستعمليهم الباك تاون تنحط عليهم شموع يعني ويعني ابسط من هيك ما في وكثير مهضومه بتنحط سانتر دو تابل او على بوسط الطاوله او وقت يكونوا عم بيتعشوا بتحط اثنين المانات هيك بيطلعوا كثير مهضومين وسمبل وما وعلى الطاوله على فكره يعني تكوني مرتبه الطاوله وحاطه عليها الديكوراسيون اهم من الاكل 100% يعني عن جد انا بقول منظر الاكل منظر يعني اذا شكله بشكل هلا اذا صار في محل للجات للاكل ما بيهم بعد بيقوموا على المطبخ بيسكبوا بس مهم ما حدا يحشي عن الطاوله ابدا لكن انا اكيد بقول الاكل منظر انا اكيد ما بعرف اطبخ فانا بعمل له المنظر تبع الاكل بقيت ما بقى وحدك للبحث يعني بقى بيدرسوها بيتعشوا بالبيت وبيجوا. بنشوف هون كيف مستعملين اللون الابيض للشجره بس حاطين عليها الكروت بتعرف قد ايه بيجيك كروتة على العيد انه
كريسماس كاردز او شيء موحد تكون كثير كارد بعت لبنتك او ابنك او هذا بتحطيه على شجره. هن مجمعين الكاردز من السنين اللي كلها وحاطينهم على شجره عاطين فيهم هيك ترند مهضومه والالوان هيك كلها مع بعضها. بتمنى اكون هيك اكون عطيت فكره للمشاهدين شوي وساعدتهم يوم انه قدروا يظبطوا زينه من هلا ل 25 يكون بيتهم مهضوم. واكيد انطروني بحلقه جديده وافكار جديده. أكيد مرسي لك. بدنا بعدين ناخذ اشياء اكثر ل بعدين لنيو يير نيو يير وافكار غير اكيد والطفي. مرسي لك مارينا. خليكم معنا مشاهدينا، رح ناخذ كمان مره بريك لليوم ونرجع نتابع.